السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم من جديد في مطبخ ليلى كامل. كنتمنى تكونوا بخير على خير وبصحة جيدة ان شاء الله ومرتاحين. فيديوهاتنا متواصلين. اليوم غادي نقدم لكم واحد الشهيوة غزالة للفطور، دجاج بالمطاعم. كيجي غزالتي حمق، ما فيهش بزاف ديال المقادير، وفي نفس الوقت كيجي المذاق ديالو غزال. طبيعة الحال الدجاج خصنا معايش ندوزو، غادي نصايب معاه واحد الخبيز غزال، خبيز بالقمح الكامل، يعني الكومبلي كيجي رائع، وغنديرو غير في المقلة، خبزة المقلة. فتابعوا معايا المراحل ديال هاد الوصفتين ونتلاقى. بالنسبة للمقادير فغناخد هنا تقريبا دجاجة لا روب، يعني دجاجة محيد منها واحد الربع مغسولة ومقطعة طريفات. كناخد معاها الزعتر، الملحة، الزعتر غناخد منه معلقة كبيرة، الملحة ناخد القياس ديال الملحة اللي غادي اللي كديرو يعني عندكم ميزانكم. المطاع خدو ثلاثة ديال المعالق كبار، وجوج معالق كبار ديال الزبدة، ومعلقة كبيرة ديال الثومة اللي سبق قلت لكم حضرو. غادي أول حاجة غنخدم العطريه بوحد. غادي ندير الزبده، مع المطاط، مع الثومه، الزعتر كما قلنا جوج مع يعني معلقه كبيره او جوج معالق صغار، والملحه فعينكم ميزانكم. غنخدم هذا الشيء مزيان حتى كنحسو بحال على بيغي. واللي ما بغاتش الزبده تقدر دير بلاصتها الزيت، ومن الاحسن زيت بلديه. غنبدا نجيب طريفات ديال الدجاج وندوزهم في هذه الخلطه مزيان. غادي نغطي الدجاج ونخليه يرتاح او يشرب هاد التوابل واحد المده ديال تقريبا واحد الساعه، ومن بعد نطلق. من بعد غنسد الطريفات ديال الدجاج في الصينيه، وغادي ندخلهم الفران على درجه حراره 180، نخليهم تقريبا واحد الساعه ونص حتى كيطيبوا وكيتحمروا. والاشاره هاد الزبده هادي اللي درت كتبدا كتذوب وكتولي يعني سايحه فوق من هاد الدجاج، يعني كتزيد تفزكو اكثر. غادي نقطع عليها شويه ديال البصله، هاد البصله منها كتشوى، منها كتزيد تطلق شويه ديال الماء وكتطلق حتى الريحه للطبق. غادي نغطيه وغادي ندخلو الفران، كما قلت لكم مدة ديال ساعة ونص حتى ساعتين، وعلى عافية 180. إذا بعد ما درت الدجاج في الفران غنستغل هاد الوقت اللي راه كيطيب نصايب فيه هاد الخبيزات هادو ديال المقلة اللي كيجيو غزالين، غادي تجربوهم إن شاء الله ديما، خصوصا أنهم صحيين وسهلين بساطين بزاف في طريقتهم ولا في مقاديرهم. ونخليكم مع المقادير ديالهم. إذا تنحتاجو 300 غرام او 3 كيسان ديال القمح الكامل، معلقه كبيره ديال الخميره ما تكونش عامره بزاف، معلقه كبيره ديال السكر سميده، جوج معالق ديال الزيت بلديه، ومليحه، وغنحتاجو ماء دافي. اذا بالنسبه للطريقه، الخميره غنديروها في قلب الطحين، غادي نضيف السكر ونضيف الماء، من بعد غادي نضيف ليها الزيت حتى كتعجن هكا، والملحة، ونكمل.
كتشوفوا ساهله في العجينه ديالها هانتوما. معجون خلوق غادي نديرها نخليها ترتاح تقريبا واحد نص ساعه حتى ترتاح مزيان. العجين كما كتشوفوا تضاعف الحجم ديالو، غادي نحاول نخويه شويه من داك الهواء اللي فيه وغادي نقسمو الخبيزات. تقريبا عندي 4 ديال الخبيزات. درنا هادو الخبيزات مقرصتهم، نخليهم يزيدو يرتاحو شوية واحد 10 ديال الدقايق عاد نبدا نطيبهم. كنزيدو كنخليهم ديك 10 دقايق كتزيد كتنفخ شوية وغادي نقرصها بحال هكا غير في وسط المقلة. ونخليها طيب على خطرة وغادي نقلبو الجناب بجوج كيجي محمر غزال. وغادي نعاودو العملية بالنسبة للخبيزات كاملين حتى كيوجدو كاملين. الدجاج هو طاب، خصنا غير نحطوه ونقدموه. انا في الصراحه تيعجبني الدجاج ناكلو في الصينيه فاش طيبته. دابا غادي نقادو غير لعيونكم الغاليه فاش لربما ما تبغيوش تحطوه في الصينيه، تبغيو ديروا له شي حطه. ما غاديش ندير شي حاجه جديده ولا كثيره، فقط شويه البريزونطاسيون اللي تخليه يبان زوين. شهيواتي هاهما وجدو الدجاج كيجي غزال رائع. الخبيزات ديال المقله كيجيو كيحمقو صحيين. رافقتهم مع الدجاج باش يعني باش ندوزهم به. كنتمنى انهم يعجبوكم. شكرا شكرا على متابعتكم للفيديو، وما تنساوش تبارطاجيوه الى عجبكم وديروا لايك للفيديو وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم بزاف وما تنساوش الكواليس. الى اللقاء. دابا غنغطيه وندخلو الفران كيما قلنا هاد المدة.